هللويا. عايزين نعظم الرب النهارده. عددنا قليل بس جميل ومليانين بالروح القدس. زق اللي جنبك كده قول له اتملي بالروح القدس. ايوه كده اتملي بالروح القدس. عايزين النهارده المسيح يتعاظم واحنا بنصلي واحنا بنعظمه لاجل عمله في بلادنا في اليوم التاريخي ده. في اليوم التاريخي ده يوم 25 يناير اللي يقول الكتاب المقدس في أعمال 16 إنه فجأة حصل زلزال واهتزت الأساسات. إحنا بنحب نجيب سيرة 25 يناير ليه؟ مش لأننا بندعي الفخر لنفسنا، لكن إحنا بنقول إن إلهنا سيدنا بيكتب التاريخ بتاع منطقتنا. ومن هذا اليوم والزلزال شغال بيهز في الأساسات، بيجري في الأرض، بيشكل معالم المنطقة من جديد. أنا عايزكم تفتكروا كويس أوي اليوم ده. قبلها بشهر بالظبط الإخوة قادة الكنيسة مع القسيس سامح كانوا بيصلوا والرب ادالهم الكلمات المباركة ديت. ما أنا صانعه معك رهيب. وساعتها كل واحد فسرها بطريقته بقى. كل واحد ترجمها على قد أحلامه وعلى قد إيمانه. لكن ما حدش كان قادر يتخيل إن الرهيب ده مازال شغال لغاية النهاردة ومش عارفين بعقولنا هينتهي ازاي. مش عارفين هينتهي ازاي، لكن اللي احنا متأكدين منه كويس ان هذا الملكوت ملكوت الله قادم علينا وعلى منطقتنا وعلى شعبنا وعلى سكاننا وعلى جيراننا وعلى حبايبنا وعلى اعدائنا، حتى وان لم ننظره بالعين فكم واحد يعطيه المجد لله. دي هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة اللي ابتدت في 25 يناير، ان الرب فتح الابواب علشان الناس تشوف ايه هو الحقيقي وايه هو المزيف، ايه هو اللي يفضل ويدوم ويثبت وايه هو اللي الريح تاخده قدامها ويطير، ايه هو اللي يقدر تبني عليه حياتك وتعيش ويكمل، وإيه اللي من بره ليه قشرة بتلمع لكن من جوه بيمتص من دمك. الرب فكرني ببعض الأمور اللي عايزين النهاردة المسيح يتعظم في وسطينا ونرجع له المجد، كل المجد ليه مش لنفسنا. رفعنا العلم ده من سنة 2000 وصلينا لأجل بلدنا وقلنا له يا رب اسمع الصلاة، يا رب اكشف الفساد، يا رب غير النظام، يا رب يدينا مساحة من الحرية، يا رب خلي الناس تشوف الحق وتشوف الزيف. نقدر النهاردة نقول بقلب طيب إن ربنا سمع الصلاة، ومن المكان ده الله عزل ملوك وأقام رؤساء. مش بس عزل رئيس، ده عزل اتنين في وقت قليل قوي.
ليه كل المجد وليه كل الشكر. أخدكم في رحلة نفتكر فيها مع بعض إيد إلهنا الصالحة في المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده. ومرة تانية مش عشان نفتخر إن احنا مين ولا كنا فين، ده يمكن الظروف هي اللي حطتنا كده، لكن عشان المجد كله يرجع لرب الكنيسة. تعالوا نتفرج على الفيديو الأولاني دوت اللي هيحمل لنا كتير قوي من معاني اللي صنعها سيدنا في وسطينا عشان نعظمه عليها. أصلي للمستشفى اللي تحت دي اللي احنا واقفين فوقها. طيب اسمحوا لي نقف ونبص للناحية ديت. مد ايدك، تعال بحضور مجيد في هذا المكان يا رب، تعال بشفاء، تعال بسلام، تعال بحب. انت قلت تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم ابليس، قلت تصنع خير وتشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ليكن هذا المكان مكان شفاء 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 نفسي وروحي يا سيدنا الرب. صلي بصوت عالي، قل له تعال إلى هذا الموضع يا رب. يا يسوع فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة. الحاجة الأولانية اللي عايزين نعظم الرب عشانها النهاردة، إن بيت ربنا زي ما كنتوا شايفين كده بقى مكان للعلاج، للأمان، إنه قادر يشيل جراح الأمة، قادر يشيل الشعب المجروح دوت. كم واحد عايز يعظم الرب لأجل العمل دوت؟ هاللويا، ادوا للرب مجد، عظموا الرب معايا، اقفوا معايا كده وتعالوا نقول له تعود وتدي جمال عوضا عن الرماد.
لأجل مصر ولأجل جراح مصر ولأجل المكان اللي ربنا صنعه دوت، تعود وتدي جمال عوضا عن الرماد. هاللويا. وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد. تغفرنا مشاير فرح عزم الدعاء وسنين أكلها الجرار ما تعوض عنها سنين أكلها الجرار ما تعوض عنها أضعاف وتعود وتدي جمال عوضا عن الرماد تنهرنا مشاعر فرح تسبيح واقفين جنب بعض، كل اتنين واقفين جنب بعض، تعالوا نصلي الصلاة دي ونعظم ربنا، قول له يا رب أشكرك إن سبت الكنيسة في مصر عشان تشيل جراح الأمة، صقلتها علشان تتشفع لأجل مصر، كل اتنين صلوا مع بعض الصلاة دي، قول له يا رب زود السنين اللي جاية كمان، نفضل نشيلها، نفضل نشيلها في قلوبنا، نصلي ونذكرك ونفتكر كلماتك يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يخرج برها كضياء مصر النهاردة محتاجها لك أكتر من 15 سنة التمزق اللي فيها محتاج لك أكتر من أي وقت فات الفقر اللي فيها أكتر من أي وقت فات عايزين نعظمك لأنك هتصلي فينا هتشفع فينا وهتجوزنا الأرض ديت لا نسيبها ولا نفرقها رفعتها من رفعتنا كرامتها من كرامتنا وعملك فيها يا رب وعملك فيها شهوة قلوبنا وشهوة حياتنا اصنع يا رب اصنع 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 مفتخرا اصنع مفتخرا يذكر عبر التاريخ يا رب
أن في الزلزال جاءت أنت. هللويا هللويا هللويا. عايز القسيس محب يقودنا في الصلاة دي بالنيابة عن شعب الرب كله. رب إلهنا احنا بنباركك بنعليك يا رب، لأنه مقاصدك يا رب كلها خير وصلاح لشعبك يا رب. واحنا شايفين الماضي وشايفين ايدك القديرة اللي امتدت على الكنيسة اللي تشددها وتقيمها. انت يا رب وسعتنا يمينا ويسارا، انت يا رب شددت أوتادنا يا رب عشان نخدم شعبنا، عشان نتمم رسالتنا ودعوتنا، عشان نكون رسالة حب يا رب لمجتمعنا. احنا بنشكرك يا رب على مقصدك، بنشكرك على التاريخ اللي بيشهد وبيعلن انه الهنا عظيم، الهنا قدير، الهنا فعلا يعظي الملوك وينصب ملوك. احنا شايفينك يا رب، شايفينك وانت بتمشي في وسطينا، شايفينك وانت ماشي في بلدنا، وشايفين الايام اللي جايه ومستقبلها في ايديك يا قدير. كل مقصدك تتم في اسم يسوع. نعم من سيمنع يدك؟ كما هو مكتوب يا رب انه يدك ممدوده، من يمنعها؟ من يرد يدك بكل مقصدك، بكل مشيئتك الصالحه المرضيه الكامله اللي انت مزمع ان تصنعها في وسطنا؟ شايفينك وانت بتمشي يا رب، شايفينك وانت ماشي في سلطانك وبتدي سلطانك للكنيسه، شايفينك وانت بتسكب حبك على المرضى والمقصورين، شايفينك وانت جاي تطلق يا رب. نعم لتكون هذه السنة سنة مقبولة لديك يا رب، واحنا بنحتفل بعملك. احنا جايين نتلبع عن هذه السنة في اسم يسوع، سنة يا رب مقبولة، سنة فيها نشوف إطلاق وحرية وشفاء، سنة نشوف فيها تعزية لأسر كثيرة، سنة نشوف فيها حضورك في كل بيت، سنة تشوف يا رب فيها إيدك وهي بترد المسلوب في اسم يسوع. أمين أمين أمين. عارفين الحاجة التانية اللي عايز أعظم الرب عشانها النهاردة واحنا بنحتفل ب 25 يناير وعمل ربنا؟ خلينا نفتكر احنا مش بنتكلم عن حدث بشري، مش بننحاز لرأي ضد رأي، لا، احنا منحازين جدا جدا للي بيعمله الروح القدس. احنا في صف ربنا على الاخر في كل اللي بيعمله، اللي فاهمينه واللي مش فاهمينه. مصر بتشدني ليها. أنا عايز أقول لكم على اختبار، اختبار حصل وإحنا في قلب الأحداث ديت. في ليلة من الليالي الطويلة بتاعت 25 يناير وما بعدها، جم 50 شاب صغير من سن 16 لغاية 22 ودخلوا من باب دار الثقافة من ورا. كانت الساعة 2 الفجر، وتقدر تشوف كل غضب الدنيا مرسوم على وشهم، وكل حاجة بتيجي في وشهم بيكسروها. ودخلوا المكتبة وكسروا كل حاجة، ومن باب المكتبة بقى في وسط الكنيسة، وداخلين على جوه الكنيسة الساعة 2. وانتوا عارفين ايامها بقى والتسيب، لا في امن ولا شرطة ولا بوليس ولا اي حد ولا اي حاجة، مفيش غير الغلابة المتطوعين قاعدين بره علشان خاطر المستشفى، واحنا منبهين عليهم ما لهمش حد يلعب حد ولا حد اللي دعوا بيهم، لكن دول داخلين على جوه الكنيسه وهيحرقوا الدنيا كلها. وكل واحد منهم بيتكلم كانه هو الزعيم، ومحدش بيسمع حد، زي سوء عكاظ. وفجاه حصلت المعجزه، فجأة حصلت المعجزة. واحد منهم بيقول لا بلاش. المعجزة الحقيقية بقى يا شباب ان هم سمعوا له، سمعوا الراجل اللي بيتكلم ده، وراهم رجله، قال لهم انا خدت رصاصة هنا وما لقيتش حد يشيلني ولا يعالجني الا الكنيسة بتاعت المسيحيين دي، وبخطوة مرش عسكرية عملوا للخلف در
والخمسين واحد طلعوا على التعاون اللي قدامنا دي دغدغوها. لكن بيت ربنا حماه رب المجد، مش لأننا أحسن من أي كنيسة اتحرقت، ولا أننا أفضل من أي كنيسة ولعوا فيها، بالعكس، لكن لأن قصد الله أن يتم من هذا المكان لمجده. هللويا هللويا. رب بيصنع في وسطينا، اللي ما اتحرقتش بتمجده. طب واللي اتحرقت؟ اللي اتحرقت حطت عليها يافطة كبيرة قوي كلكم فاكرينها، قالت ايه؟ ما زلنا نحب، ما زلنا نغفر. يافطة كانت محطوطة في الأطلال اللي باقية من كنيسة بتقول ما زلنا نحب، ما زلنا نغفر. علشان بس أشهد بالذاكرة، خلينا نتفرج على الشهادة دي من واحد مش من الكنيسة بيشهد عن عمل ربنا في وسط الكنيسة خلال الخمس سنين اللي فاتت ديت، عشان نعظم المسيح. خلينا نسمع الشهادة في الفيديو ده. ودي فرصة ان الواحد يقبل رؤوس كل رأس كل مصري ويزيد التحية والشكر والامتنان لكل مسيحي مصري. عانى المسيحيون في مصر على مدى السنتين ونص، أحرقت لهم كنائس، وقتل لهم أبناء، وهدمت لهم صوع. على مدى سنتين ونص حصل مذبحة مزبيرو، وقتل فيها أقباط أشراف أحرار، وصدرت فتاوى كارثية تكفرهم وتحرض ضدهم. ومع ذلك لم يلجأ المسيحيون أبدا إلا لله وإلا للوطن. تويتر بعتها واحد اسمه خالد أحمد، بيقول لحسن الحظ أن أقباط مصر لم يتربوا على الكراهية مثلما تربينا نحن. عندما يكتب الله النصر لمصر سيكون الفضل بعد الله لسماحة ومحبة أقباط مصر، لأنهم لو حاولوا الرد لاحترقت مصر. أتمنى أن نتعلم يوما أن المحبة لا تغضب الله، فليس هناك ما يسمى بغض في الله، وهو من وهبنا الرحمة في القلوب. علامة الصلب بشوفها في إنسان بيحب كل الناس، اللي بيكرهه ويحبه، اللي بيضايقه واللي بيسبه. انتوا لما بتموتونا أو بتقتلونا بتوصلونا أسرع للسماء. احنا كده كده مصيرنا في يوم من الأيام هنموت. كونكو يعني عجلتوا بموتنا، لا انتوا ما عجلتوش. ربنا كاتب لنا في يوم هنموت وهنطلع للسماء، بس انتوا اديتونا بركة حلوة بشكركم عليها. علامة الصلاة بشوفها في قلب مماس مفهوش حقد أو تعصب، قلبه ينبوع إحساس. الصلاة بالنسبة لي علامة الصلاة. بقول لهم باب التوبة مفتوح، كلنا بنقول له يا رب مد إيدك لو في حاجة جوانا وحشة نضفها. أنا نفسي هم يرجعوا للحظة دي قبل ما يجي عليهم ميعاد الموت. لو بيسمعك القتلة الذين قتلوا ابنتك مريم، اعتقد انهم يجب ان يموتوا تأثرا بهذا الكلام. يعني انا شايفك نموذج لقمة التسامح مع من لا يفهمون في التسامح، مع من اظلمت قلوبهم تماما، بس انت بتبحثي لهم عن انه بتقولي ربنا ينور قلوبهم، وانت في قمة التسامح وقمة التصالح مع النفس. يعني الحقيقة انت نموذج رائع نقدمه للمجتمع المصري، لأنه دائما يعني اللي يموت أولادهم بيبقى عندهم الذي يشفي الغليل هو كيف يقتص من القتلة، كيف يقتلهم بإيده حتى. لكن أنت عندك قمة التسامح. أنا مش عايزاهم يموتوا، يعلم ربنا أنا بدعي لهم إنهم ما يجيلهمش الموت
قبل ما يتوبوا. اوعى حد يفتكر ان ده مننا، اوعى حد يفتكر ان الانسان فينا يهصر على نفسه لمونه عشان يقدر يعمل كده، لكن ده يسوع ودول اولاد يسوع وده الانتاج اللي بيطلعه يسوع. عايز نصلي كل دكه مع بعضها، عايزين نصلي مع بعض ان نفس هذه الروح اللي كانت في الكنيسه خلال الخمس سنين تستمر وتزيد، تستمر تغفر، تستمر تسامح، تستمر تضيء في مصر، يستمر الإعلام ورجل القرية البسيط والمتعلم والنخبة يستمر يشوف في كل كنيسة قلب مسامح وفي كل مسيحي روح متسامحة مستعدة حتى تموت لأجل أخوه المسلم. صلي واسكب نفسك في الأمر دوت. يمكن اللي جاي أكتر من اللي فات. أو يمكن اللي جاي مختلف عن اللي فات. لكن ارجع من تاني واحيي شعبك. فيفضل الغفران طريقنا يا رب، والنسامح اللي اساء الي سهل عليا. ان محدش يجي يقبل ايدينا، لكن احنا نقبل ايدين كل انسان بسيط او مش بسيط في الارض ديت يا رب. ما تبقاش ذكرى يا رب، ما تبقاش ذكرى بنفتكرها، لكن يبقى اختبار كل يوم. صليبين 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 يا رب حقوقنا، نقبل بفرح صلب الحق، نقبل بفرح ان احنا ننقص والمسيح يزيد. صلي لأجل أم مريم النهاردة، صلي لأجل كل واحدة زيها. لتكن تعزيتك وعزك يا رب غناهم في الدنيا، ليكن حضورك وتعزياتك وعمل روحك وعزي لقلوبها الليلة دي باسم المسيح يسوع. Yeah.
أعظم الرب من كل قلبي، لأنه في الخمس سنين اللي فاتت ديت أنا بسميهم ضد المسيح، رأس الحية اللي ضد المسيح طلعت على السطح والكل شافها، وشعب مصر وكنيسة مصر داست عليها بسلطان المسيح. راس الحية اللي تكونت في 1928 وكانت متغلغلة في كل حتة في عظام البلد وبتنخر فيه ومستترة وفاكرة إنها تكتم على نفسه آخر خمس سنين، وبفعل الصلاة واتحاد شعب الرب ظهرت برأسها، وخلال 12 شهر بس إله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. الفضل مش لينا، نقدر النهاردة نشاور عليه، فضل مش لينا. أذكركم باليوم ده، افتكروا اليوم اللي هنشوفه في الفيديو دوت، لأن في اليوم ده كتب سفر تذكرة قدامه، وما عداش التاريخ ده تاني إلا وكان راس الحية اتشالت خالص. خلونا نتفرج على الفيديو التالت دوت، وبعدين هنقضي وقت نصلي ونمجد ربنا ونشكر عشان الحاجات دي. بنوصيك على مصر مسلميها ومسيحيها. ما انا صانعه معك لرهيب. علقت هذه الآيات على الكنائس وعلى المنابر في اجتماعات قبل بداية السنة الجديدة. إننا نصلي من أجل المسؤولين،
وبنصلي من أجل القادة، وبنصلي من أجل أن يعطي الرب من يستحق أن يتولى أمر هذه البلاد، أن يأتي وينقاد بالروح القدس ليقود هذه البلاد إلى مجد جديد. وجدت في الداخل نور قوي جدا 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 جدا، والاكثر من هذا ان الجبل ورا هذا النور مش موجود، انتهى خلاص، والدنيا اتفتحت ومجد ربنا بان. هللويا. وقفوا معانا، وقفوا معانا، ونخلينا نقول للرب اتى زمان، اتى زمان التعويضات. قول امين. كم واحد يقول امين؟ اتى زمان، اتى زمان التعويضات. أتى زمان التعويضات.
الرب. انا عايزكم تتوزعوا اربعات، مجموعات من اربعه. عايزين نشكر الرب ونديله كل العظمه على انه اظهر هذه الرأس الخفيه لضد المسيح. وعايزين كمان نصلي في المجموعات ديت ان كل حاجه ما زالت خفيه تستعلن، تخرج للنور، يفضحها الحضور المقدس لسيدنا وحبيبنا. عايزين نديله الحق، نقول له يا روح الله ان كان ليها ديول، ان كانت متسربه شمال ولا يمين، ان كانت بتحاول تجمع اشلاءها، اسمح النهارده نورك انه يفضحها في النور يا رب. الاول اشكره، اشكره، عظمه. اخواتي اللي بيصلوا معانا في التلفزيون، صلوا معانا واشكروه، عظموه. ما حدش يقدر يعمل كده غيره، هو بس صاحب الفضل والمعروف، هو بس لا حكمة بشر ولا دهاء إنسان، لكن تدخل إلهي عظيم حمل مصير هذه الأمة. النهاردة نعظمك يا رب، نعظمك. يتعاظم المسيح في وسطنا، يتعاظم اسم المسيح يسوع، كلمة الله، روح الله. لك العظمة والسجود والشكر. صلي معايا بقلبك النهاردة، صلي بقلبك النهاردة ان كل محاولة لتجميع ضد المسيح مرة تانية تفشل، تفشل، تفشل بسلطان ابن الله، بسلطان المسيح. إن كل خلايا نايمة، إن كل أفكار تانية مزيفة تخدع العقول، تسلب النفوس، تنكشف، تنكشف، تطلع للنور، تفضحها أنت بعملك يا رب، تفضحها أنت بعملك. ادي لك الحق يا رب، ادي لك الحق ككنيسة، ادي لك الحق يا رب ككنيسة، ادي لك الحق في بلادنا، في خفاياها، في قراها، في نجوعها. ادي لك الحق يا رب في ربوعها الطويلة، في صحاريها، في حدودها. ادي لك الحق يا رب، ايدك تعمل بقوة، ايدك تعمل بقوة يا رب، ايدك تعمل بقوة. عينيك، عينيك تكتشف أستار الظلام، تخترق أستار الظلام اللي بيدبروه في السر، اللي بيعملوه في السر. عينيك انت تفتح يا رب في النور. ادي لك الحق يا رب، اديك الحق، اديك الحق انك تطلع من الجذور، من الجذور يا رب، من الجذور. قل اللي بيدبر لهذه البلد في الخفاء يا رب، قل اللي بيدبر ليها يا رب، قل اللي قصده ليها ازاي، قل اللي قصده يسيء اليها يا رب. ادي لك الحق النهارده في الكنيسة، اتحرك في وسط يا رب، اتحرك، اتحرك، اتحرك في وسط مصر يا رب، اتحرك في وسط مصر. هللويا، هللويا. اخونا سعد يتقدمنا في الصلاة، فضل يجي قدام. بنشكرك ونعظمك لأنك إله قدير يا رب، بنشكرك لأنك إله مجيد وعظيم يا رب، ليس لعظمتك استقصاء يا رب. النهاردة بنعلن إيماننا بيك إنك أنت السيد على أرضنا وعلى بلدنا وعلى أمتنا، وبنعلن يا رب إنك أنت يا رب بتجعل يا رب الأعداء يا رب أعدائك يا رب يتفرقون، أنت تقوم فيتبدد أعدائك كل يا رب المتآمرين
كل يا رب المخططين بالشر لهذه البلد يا رب انهم لن ينجحوا لن يقوموا لن تقوم لهم قائمه. يا رب بنشكرك لاجل النصره والغلبه اللي بتديها لشعبك، بنشكرك لاجل نمو يا رب الاستقرار ونمو يا رب عملك ونمو يا رب العمل الروحي والاستقرار والبركه اللي جايه على بلدنا. احنا بنعلن ايماننا انك جاي ببركه غير عاديه على بلدنا في الايام اللي جايه. بنعلن يا رب ان كل المخططين يا رب وكل التخطيط ضد بلدنا لا تقوم ولا تكون. يا رب انت تبيدهم بنفخة فمك. يا رب بنشكرك لانك عظيم لانك منتصر. نشكرك يا رب لانك نظرت الى اتضاع عبيدك وكنيستك في ارض مصر وتضرعها امامك وانكسارها، ونظرت يا رب وسمعت وخلصت هذا الشعب وخلصت هذه الأمة من يد العدو. يا سيدنا رب احنا بنعلن إيماننا ان اللي جاي اعظم من كل اللي فات، وان ما لم تسمع به اذن ما اعددته لنا، ما لم تراه عين ما اعددته لنا في الايام اللي جاية. سنرى خلاصك يا رب، سنرى مجدك وهو يغطي هذه الأمة وهذه الارض كما تغطي المياه البحر. بنباركك ونعظمك يا رب لاجل المجد اللي جاي على بلدنا وعلى كنيستنا باسم يسوع المسيح. ليك كل المجد. وبغني بين الناس. خلينا نقف مع بعض. انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس. انا ليا اله عظيم. انا ليا اله عظيم. انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس. انا ليا اله عظيم. سامحني رغم اني عودت المستقيم. ما حصلت ذنوبي وماضي انا سنين. سامحني رغم اني عودت المستقيم. فاكر كانت الناس حزينة قوي برة، لكن كنا نيجي هنا نسكر بفرح الرب. كان الناس تبكي برة، لكن تخش هنا يتولد جواك فرح. ليه؟ ليه؟ لما حد يسألك انت فرحان ليه؟ عشان انا ليا اله عظيم. قول اللي جنبك كده، انا ليا اله عظيم. انكشوا كده وانت اللي اتفرج معانا، قول اللي جنبك، قول لمراتك، قول لاولادك، انا ليا اله عظيم. هللويا. من حول واغاني تسبيح السرافيم، لكن سمع مني الصلاه والترنيم. من حول واغاني تسبيح السرافيم، لكن سمع مني الصلاه والترنيم. وبغني بين الناس انا ليا اله.
السقفة شوية، قاله يستاهل يستاهل يستاهل. إلهنا عظيم، إلهنا عظيم. ولما بنقول إلهنا بنقول يسوع، يسوع يسوع فعلا، يسوع هو اللي فوزتينا. اتفضلوا. من يوم ما حصلت ثورة 25 يناير وانقسم الشعب المصري في العصر الحديث كما لم ينقسم من قبل، ومع كل ما مر الأيام كل ما الفرق بتزيد، وفي اللي بيقول ثورة مجيدة وفي اللي بيقول مش ثورة خالص وخدعة. احنا مش هنقف موقف سياسي ونقول ايه، احنا عايزين نقول رسالة واحدة بس، حيثما يوجد شعب مصر توجد كنيسة الرب خلف شعب مصر. قلناها مرة ومرتين وكل مرة قالها قادة الكنيسة من على المنبر ده، ويفضلوا لغاية آخر يوم في عمرهم يقولوها. بس احنا بيعلمنا ان احنا صوت لمن ليس له صوت، مدافع للي ملوش حد يدافع عنه. احنا خبز لكل جائع، احنا محامي لكل مظلوم. وان الكنيسة دي اللي فتحت ابوابها للسلفيين واخواتنا المسلمين وتشرفنا بكل اطياف الشعب المصري، هتفضل باستمرار صوتها مع صوت الشعب المصري. فهم واحد يقول امين. الفيديو اللي جاي بيفكرنا بالرسالة بتاعت الكنيسة دي اللي احنا فخورين بيها، احنا بننتمي اليها. لكن انا عايزكم تسمعوا اللي بيقولوه الاخوة في الفيديو ده، لان اللي بيتقال من على المنابر دي هي رسالتنا اللي مش هتتغير ابدا، وهنفضل نقولها لغاية لما نقابل الرب. تعالوا افكركم باللي اتقال في يوم 25 وما بعده من ايام. أرض بركة، وعندنا وعد في الإنجيل بيقول مبارك شعب مصر. إحنا بنعلن ثقتنا وإيماننا في الله إنه يبارك الشعب ده ويدينا أيام عظيمة مع بعض. وهما بيقولوا تنمية وإحنا لسه بنقول تنمية، لكن روح السلام هيغلب روح الظلم، وروح الحب هيغلب روح الكلام، وروح الخوف هيغلب روح المكان. وعرفنا معنى السلام إلا من 25 يناير. عشان كده هنغني وهنغني دلوقتي ونقول سلام سلام، كل رايه سلام سلام.
اتغيرتش وصلاتنا ما اتغيرتش. يا رب بارك مصر عشان الارض دي ايه؟ دي ملكه هو، صح؟ وقفوا معايا وتعالى نتنبأ عليها مرة تانية. الأرض دي ملكك يا ابن الله، الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالم وصيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالم وصيها. شايفينك وأنت بتمشي يا رب، سلطانك وصينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. شايفينك وأنت بتمشي يا رب، سلطانك وصينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالم وصينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العارف وسطينا. ماشيين وياك رافعين رايات، وعود غالية سفينة، بالدم الغالي نشوف آيات، تصاليرك يحمينا. ماشيين وياك رافعين رايات، وعود غالية سفينة، بالدم الغالي نشوف آيات، تصاليرك يحمينا. أرض دي ملكك يا ابن الله، الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العارف وسطينا. عايشين لامسين وبكل يقين، وأعلن روحك فينا، بيفيد في إيدينا وبيك يا معين، مجد من حوالينا. عايشين لامسين وبكل يقين، وأعلن روحك فينا، بيفيد في إيدينا وبيك يا معين، مجد من حوالينا. الأرض دي ملكك ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العارف وسطينا. كل شعوب الارض بتهتف تعلن ملك يسوع، وتسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. كل شعوب الارض بتهتف تعلن ملك يسوع، وتسبح لك وتغني لك وتفيد بالخشوع. الارض دي ملكك يا ابن الله، ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. هللويا. تفضلوا استريحوا. من سنة 89 ربنا شرفنا ككنيسة انه يصنع في وسطينا حاجة ما حصلتش في الشرق الاوسط كله، لم يسمع عنها في تاريخ مصر، ان مدمنين يشفوا من الادمان بتاعهم. ربنا عمل معجزة عجيبة، بدايتها كانت في مؤتمر من المؤتمرات، انا كنت حاضر المؤتمر دوت، وربنا شرفني ان انا اشوف وشارك في المؤتمر دوت، واشوف الناس وهي بتتولد للمسيح، واشوف الناس وهم بيتغيروا. حاجة كانت مشجعة جدا، مش ايد بشر لكن ايد إلهية واضحة قوية لبداية خدمة. ربنا ائتمن الدكتور إيهاب الخراط عليها، خدمة الحرية، خدمة المدمنين. أصبح دلوقتي في 28 مركز للشفاء من الإدمان وللتعافي. مفيش ولا مركز على تاريخ الخدمة ديت مركز فيهم اتقفل، ولا مركز اتقفل. لكن يبدو ان العدو من غيظه ومن حقده عايز يشوه، عايز يلطخ. علشان كده هوت في مجموعة من الناس اتهمت من بره السنترز بتاعت الدكتور إيهاب الخراط، اتهموا ان الدكتور إيهاب
والناس اللي بيخدموا معاه ان في حد مات عندهم في المركز بتاعهم ولزقوا التهمة في الدكتور إيهاب والناس اللي معاه. زيف، بطل، شهادة زور. والنهاردة في اسم يسوع المسيح ككنيسة نرفع ايدينا ونقول للعدو باسم يسوع المسيح كل افترة من العدو على اولاد ملك الملوك النهاردة خط احمر باسم يسوع، تنكسر كل شكايات العدو وتنكسر كل اكاذيب العدو، تتفضح. يوم الاربعاء اللي جاي في اخر المفروض في قضية شغالة او في حاجة شغالة هتحصل والمفروض يبقى في حسم. عايزين نصلي النهاردة ان يوم الاربعاء اللي جاي الرب يفضح كل الاكاذيب ويبرئ الجميع، لانه دي خدمة ربنا هو اللي حط ايده عليها وبيستخدم فيها مسيحيين وبيستخدم فيها مسلمين، في مراكز للتعافي مسلمين. شهادة مش موجودة في الشرق الأوسط كله، أعلى نسبة تعافي، أعلى نسبة شفاء من الإدمان. نفسي النهاردة كلنا نقوم نقف مع بعض كده هوت، وارفع إيدك علامة النصرة وعلامة السلطان، زي ما ربنا إدى لموسى عصا السلطان. النهاردة باسم يسوع المسيح يا عدو كل بر، قول ورايا يا عدو كل بر، نوقف كل مشورة شيطانية، نكسر كل تهم كاذبة وكل زيف وكل بطل باسم يسوع، وكل شهادة زور النهاردة على حساب الدم الغالي الدكتور إيهاب الخراط وكل الخدام اللي بيخدموا معاه باسم يسوع، تسقط عنهم كل شكايات المشتكي باسم يسوع. ونعلن يا رب انك انت القدير ولا تستقر عصا الأشرار باسم يسوع على أي حد من الصديقين باسم يسوع. دمك يغطيهم كلهم، دمك يغطيهم كلهم، حماية وفتح لكل مؤامرات العدو. جايين نعلن الهزيمة الساحقة، الهزيمة الساحقة للعدو باسم يسوع. ضد الزف بنعلي كلامك، ضد الخوف بيعلى سلامك، في حروبنا نرفع علامك، انت الاقوى يا يسوع. ضد الزف بنعلي كلامك، ضد الخوف بيعلى سلامك، في حروبنا نرفع علامك، انت الاقوى يا يسوع، انت الاعلى يا يسوع، صوتك اعلى صوت مسموع، انت الاقوى يا يسوع، ضد كل زف مرفوع، انت الاعلى بنعلي كلامك، ضد الخوف بيعلى سلامك، في حروبنا نرفع أعلامك، انت الاقوى يا يسوع، ضد السم بنعلي كلامك، ضد الخوف بيعلى سلامك، في حروبنا نرفع أعلامك، انت الاقوى يا يسوع، انت الاعلى يا يسوع، صوتك اعلى صوت مسموع، انت الاقوى عايزين نصلي مع بعض ثلاثات دينات او ثلاثات مع بعض ونقول له يا رب خدمة الحرية ديت النور بتاعها يسطع في الارض كلها. عايزين خدمة الحرية يتعرف عنها قدام كل المجتمع، رسالة امل ورجاء وحياة لكل شخص حس انه مفيش امل لانه اتورط في الادمان. يا رب تعالى 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 لخدمة الحرية. وكل اللي عمله العدو الوقت اللي فات دوت، العدو هو اللي يدفع الثمن، هو اللي يدفع التكلفة بتاعة الأمر اللي حصل دوت. كل شهادة زور، كل شهادة باطلة تسقط، والعدو هو اللي يدفع الثمن، لأنك أنت إله قدير، أنت تعرف تعوض، أنت تعرف ترفع، أنت تعرف تمد إيدك، لأنك أنت ملك الملوك ورب الأرباب. لا يقوى، لا يقوى العدو، لا يقوى العدو على عمل الروح القدس في وسط أرض مصر. بالعكس، رعب، رعب في قلب العدو، رعب في قلب العدو.
رعب في قلب العدو. يا رب نتنبأ بالرعب في قلب العدو، لأن هذا الشعب للرب. أنت اللي قلت كده، هو مبارك شعب مصر، مبارك شعب مصر. الشعب ده شعبك، والأرض دي أرضك. النهاردة خط أحمر، النهاردة خط أحمر باسم يسوع. تسقط كل الشهادات باطلة، كل شهادة زور، كل شهادة كذب باسم يسوع. يتفضح بالنور وبالحق. حرك الأوراق علشان تعلن الحق. حرك الأوراق بقوة، وخلي الأوراق تلمع بقوة، تفضح الباطل وتفضح الزيف باسم يسوع. ويتراجع العدو وينداس تحت الأقدام. كل مؤامرة شيطانية على هذه الخدمة تبطل، كل مؤامرة شيطانية على هذه الخدمة تبطل. وانت بتتابعنا على الشاشات، صلي معانا ان نور الرب يصع من خلال الخدمة ديت بقوة، ويعطي أمل ورجاء للكثيرين من أبناء أمتنا وشعبنا. قول له يا رب أنا مصدقك إنك أنت تشفي شعبنا من الإدمان، تشفي شعبنا، لأنك أنت رب القدير. أنت لما تقول يكون، وأنت لما تأمر يصير، لأنك أنت صاحب الآيات والعجائب. لن تنجح ضدنا كل آلات الأعداء، معك لن نرجع يوما إلى الوراء. كل الأشياء معا تعمل لخيرنا، رأسا لنا نبات صارت حياتنا. كل الأشياء معا تعمل لخيرنا، رأسا لنا نبات صارت حياتنا. الارتفاع، وعايز ياخدنا كلنا في الارتفاع. هو قال كده، قال كده، أجلسنا معه في السماويات فوق كل رياسة وقوة وسلطان. أخدنا فوق في العلالي، فوق خالص. فزي ما بتركب الطيارة كده وتشوف تحت خالص، كله عامل زي علب الكبريت الصغيرة كده، هو تبان لك صغيرة قوي لأنك أنت فوق خالص على ارتفاع عالي جدا. الرب واخد شعبه الأيام ديت،
والسنة دي 2016 واخد شعبه في الارتفاع عشان الإيمان يعلى، عشان أشوف الجبال العالية قوي، علب كبريت صغيرة، عشان أشوف التحديات اللي قدام عينيا وأنا على الأرض شايفها عالية قوي وكبيرة قوي، لكن هو واخدني فوق في العالي قوي عشان أشوف الأمور صغيرة قوي. عايز يشجع إيماني ويقول لي قوم قوم، تقدر تقدر تعملها، تقدر تعدي، تعال معايا فوق في العالي، تعال معايا فوق في السماويات، تعال في شركة وفي علاقة معايا فتصير كل الأمور سهلة جدا. أنا عايز أغيرك، أنا عايز أتعامل معاك، أنا عايز أتعامل مع أرضك، أنا عايز أشفي أرضك زي ما مكتوب في متى 13 مثل الزارع. أنا عايز أتعامل مع الأرض بتاعتك عشان عايز الأرض بتاعتك مثمرة، عايزك تجيب 100%. تصدقني تصدقني أقدر، أنا أقدر. تحط إيدك في إيديا، أنا عايز أوري لك اللي عمرك ما شفته. نفسي النهاردة نقول له رب افتح الأبواب المغلقة، شجع إيماني وشدد إيماني إن مفيش عسير يعصر عليك، مفيش صعب يقف قدامك، مفيش أمراض تقف قدام جلالك، مفيش قوات تقف قدامك، مفيش جبال ما تتنقلش من قدام كلمتك. لأنك أنت لما تقول يكون، لما تقول إن جبل المقطم يتنقل، جبل المقطم يتنقل من مكانه. وهو طاير نعمل له إيه؟ ناخد له لقطة للذكرى كده وهو بيطير في الهواء عشان نقول إيه؟ هو الرب، إحنا المصدرة وغير الموجود، بس هو الرب عايز يكبر إيماننا. قل له رب تعامل مع إيماني فأصدق الآيات والعجائب، أشوف الأمراض العسيرة بتشفى. عايزك تقعد وبينك وبين نفسك قل له رب اتعامل معايا، تعامل مع إيماني. أنا عايز أقول لك يا رب أنت إله المستحيلات، مفيش أمراض تخوف، مفيش صعب يقف قدامك. انطق بكلمات الكتاب، انطق بالكلمة المقدسة إن رب لا يعسر عليه أمر، لأن هو الرب، هو يأمر فيكون، ينطق فتوجد أشياء من عدم، يجدد وجه الأرض، يغير الخريطة الروحية على أرضنا، يعلن عن مجده بالطريقة اللي تعجبه وباللي هو شايفه، بالآيات بالعجائب بالظهورات في السماوات بالطريقة اللي يشوفها. أنا عايز يا رب مجدك، أنا عايز أشوف مجدك. تعالى تعالى كبر إيماني، اتعامل مع أرضي عشان أعرف أصدقك. أنا أصدقك النهاردة في كل جبل في حياتي النهاردة إن أنا أطلع على تمة الجبل دوت باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح. يا رب جايين نحط جبال المرض وكل تحدي المرض باسم يسوع المسيح. يا رب تنهار هذه الجبال قدام عمل نعمتك وقدام عمل روحك. كل صعب قلنا عليه صعب لسنين طويلة، نتكلم في 2016 إن في هذه السنة نرى عجائبك وآياتك، نرى مجدك في أرضنا، نرى معجزاتك في أرضنا غزيرة جدا يسمع عنها وبقوة، ويصير اسم يسوع عظيم جدا أمام أبناء الأمة وأبناء هذا الشعب باسم يسوع. عايزك تقوم تقف، مد إيدك على كل طلبات الصلاة ديت، قول له يا رب أنا أصدقك في شفاء الأمراض. كل شخص مريض، كل شخص مريض باسم يسوع نتنبأ رب بالشفاء. كل شخص يا رب قدم طلبة
أو حد جاب طلبة بالنيابة عن حد آخر باسم يسوع المسيح، أنت تؤمر بالشفاء لأنك أنت القدير الذي لا يعثر عليك أمر. ممكن حد يسمعنا يقول لك أنتوا مجانين عمالين تقولوا كده بقالكم سنين طويلة. هنختار إن إحنا نصدق كلمته، هنصدق حتى لو لسه ما شفناش، إحنا شفنا سحابة قدر كف، لكن هنختار نصدقه ونصدق كلمته ونستناه لأنه حي وهيعملها. نختار نصدق الكلمة المقدسة، نختار نصدق إنه قال كده هو، نختار نصدق إن هو رب الأرباب حتى لو عينينا ما شافتش الكتير، لكن بالإيمان، بعينين الإيمان يا رب نصدق إن مرضى كثيرين، إن مشلولين على سراير باسم يسوع يقوموا. نصدق يا رب إن ناس قاعدين على كراسي بعجل يقوموا. يا رب نصدق إن أموات يا رب من القبور يقوموا. نصدق يا رب في أمور عسرة الفهم يا رب أنت تخلقها من جديد في وسطينا، ناس أعضاءهم مبتورة تخلق من جديد، أعضاء مبتورة تخلق من جديد، لأنك أنت اللي بتخلق، لأنك أنت القدير. وليكن كلامك صادق وكل عيان آخر كاذب. احنا مش بنحط راسنا في الرمل، لكن احنا جايين نعلن اسم إلهنا العظيم الذي لا يعثر عليه امر. عشان كده يا رب مد ايدك على كل طلبة هنا هوت، شدد ايماننا وشجعنا انك انت ملك الملوك ورب الارباب، شدد ايماننا انك انت رب تعملها في وسطينا في وسط شعبنا. تعالى تنازل بالحب لكل مرضى السرطان باسم يسوع المسيح. كل رب حد من اخواتنا متألم من امراض سرطانية يا رب، البريست كانسر باسم يسوع المسيح يشفى. جايين نسأل من اجل اخواتنا المرضى بالبريست كانسر يا رب في اسم يسوع يشفوا بالكامل. جايين نحط يا رب كل الامراض السرطانية الاخرى باسم يسوع، شفى من عندك، شفى من عندك. كل المقيدين من الارواح الشريرة، كل الملبوسين باسم يسوع المسيح جايين نعلن سلطانك يا ابن الله على كل تحدي، على كل عمل من العدو باسم يسوع يسقط في الوقت اللي جاي، لأنك أنت ملك الملوك ورب الأرباب. شكرك شكرك نشكرك. خلونا نصلي كل اتنين مع بعض، قول له رب أنا صدقك أنك أنت تعمل معجزة شفاء الوقت اللي جاي في وسط أرض مصر، آيات وعجائب لم يسمع عنها من قبل. 2016 نتنبأ عليها بزمن الآيات والعجائب، زمن الإعلانات الروحية، زمن قيامة الأموات، زمن الشفاء، زمن إطلاق من كل أسر افتقاد يا رب، افتقاد، افتقاد لبلادنا، افتقاد لبلادنا، افتقاد في اسم يسوع. هللويا. اشكرك لانك انت بتسمع الصلاة يا رب، اشكرك لانك انت ملك الملوك ورب الارباب. بجد يا رب نصدقك، بجد يا رب نصدقك. وانت قاعد بتتفرج علينا في شاشة التلفزيون او اتبعنا على الكمبيوتر، قل له يا رب انا اصدقك انك انت القدير صانع الايات والعجائب. اؤمن، اؤمن يا سيد، اعن ضعف ايماني، شددني في محنتي، شددني في تعبي، شددني في المعاناة بتاعتي. انت قدير، انت القدير الذي لا يعثر عليك امر. اشكرك
هاليلويا. الناس اللي هم مستنيين ان هم يتصلى لهم من اجل الشفاء يطلعوا في قدام بعد الاجتماع. الناس اللي مستنيين ان هم يتصلى لهم من اجل تحرير من القيود ومن الارواح الشريره يخرجوا لنا بره في القاعه بتاعه مدارس الاحد، القاعه الخارجيه. مؤتمر الشتاء للاطفال بيعلن الخدمه بتاعه خدمه الطفل عن بدء الحجز. المؤتمر هيكون من يوم السبت 6 فبراير الى 3/9 فبراير. خلونا نقوم نختم مع بعض بالصلاة الربانية. يا رب نشكرك لأنك أنت كنت موجود في وسطينا النهاردة. يا رب نشكرك لأنك أنت إلهنا. نشكرك لأنك أنت اللي رأسنا مرفوعة بيك. نشكرك من أجل حضورك اللي يرافقنا طول الأسبوع. شركة الروح القدس ترافقنا طول الأسبوع يا رب، طول الأسبوع. يا رب اسمعنا عندما نقول لك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن ناجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضلوا.